عسلامة، مرحبا بيكم في شان أسماء باسيونيت كوزين. أيا طلعوا معايا اليوم شنو الروسيت. بسم الله. أوه ماما ميا، دي مقرونة صلصة بالطريقة التونسية. طلبتها مني صاحبتي المغربية، ديجا ذقتها عندي وعجبتها برشا، عملتها على خاطرها وعلى خاطر الناس اللي ما يعرفوش يطيبوها. واحنا برشا معروفين توانسة بالمقرونة بالصلصة، حتى نقلقوا نعملوا صلصة، ديما صلصة. حاصل وما نطولش عليكم، اذا عجبتكم الروسيت لايكي ولا لا فيديو، vous abonnez à ma chaîne pour les personnes qui ما همش ابوني، vous partagez bien sûr اذا عجبتكم، و vous me suivez sur le groupe على الفيسبوك اسمها باسيون كوزين. حاسي ما نحكي لكمش على البنة العالمية. علي السلام عليكم. المقرونة بالصلصة بالدجاج، اليوم نسحقه مرسوات الدجاج، عنا نسحقه كذلك طماطم حكوك، هنا أربع مغارف عملت كبار، عندي هنا مغرفة صغيرة هريسة عربي، كم هي مش حارة برشا زدت لها شوية فلفل شايحة. نسحقوا كعبة طماطم فريشكة رحيتها، ولا اللي حب عنده طماط كونكاسي ذيك حكوك ينجم يستعمل. الباز متاع المقرونة بالصلصة هي الثوم، عملت هنا راس وزدت عليه زوز الكثاسنون وريقة ترند فريشكين عندي من الجردة. عنا تابل كروية، هذايا إبيس تونسي، يعني فاح تونسي موجود في تونس نلقاو، وفي بالي حتى هنا في الخارج في فرنسا تلقوه، تسألوا عندكم اللي يبيعوا في الفاحات. شوية كركم، فلفل زينة، شوية فلفل أكحل، شوية ملح، زيت زيتونة، وباش نخلط شوية زيت نباتي للصوص، مش باش نعملها كان زيت زيتونة، وريقات حبق فريشكين باش يفوحوا لنا الصلصة. به نتوكلوا على الله. بسم الله. أول حاجة نبدو بها هي تنظيف الدجاج، بعد ما نحيلو القشرة نتاعو الجلدة هذيكا، فريمون سي تري امبورتون نحيو خاطر ماهيش صحية، نخليه في شوية ماء مع ملح أحرش الكغو سيل هذاكا، شوية قطرات من الخل، وشوية تعصر فيه قارص، تخليه حكاية تدريج باش ينحي البكتيريا نتاعو وتشللو. توا نبدا نفوحو شوية تابل كروية، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية فلفل زينة، ونعملو نحك فيه شوية رس ينفت سنة ثومة. السنة هذه كبيرة شوية، يعني إذا لقيتوها شوية زيدوا عملوا زوج سنينات صغار. هذه كله نفوحه مع بعض ونخليه حكاية ربيع ساعة هكاكا، مغطي سورتو خاطر فريمون دجاج من نوعيته مش كيما اللحم البقري ولا اللحم العلوش، ياخذ فريمون البكتيري، يعني تاخذ فيه البكتيري، يعني ديما تستحفظوا وما تخلوه ديما مغطي. توا هاني فوحته مليح كما تشوفوا فيه، نغطيه بالفيلم ونبداو في الصوص. هنا انا بديت حطيت الزيت العادي هذاك الزيت النباتي، ونزيد له زيت الزيتونة ما يقابل الكل في الكل 120 مللتر، نزيد له الطماطم عصير أربع مغارف كبار كما قلت لكم، نخليها من هنا، النار ماهي خفيفة ماهي قوية متوسطة، ما عندك ميزان كان بتاعها قوية عاملها في الجوير نخليها تتقلى شوية، هي تتقلي بطرية دريش، ومن بعد هوني زدتلها الهريسة والفلفل الشاي. ونحركها
اليوم خليت من الثومة ديك اللي بكري وريتها لكم خليت منها شوي بعد قبل ما تياب بشوية خليت ما تيابها نزيدو طبعا نزيد الدجاج فواحته شوية من بكري بسم الله نخليه يتقلى الدجاج مع الطماطم والبيض ومن بعد نزيد بشوية التفاح ونمرقو ان شاء الله نحركو طون زون طون لهنا ومن بعد نزيدولو الطماطم اللي ملحية كاملة هذه ريحتها بقشرتها كاملة فات الطماطم باش على دوسي باش نحيك القروسيه نتاع الطماطم نحكم انا تعجبني ولكن انا ساعات اذا ما عنديش طماطم كامله فريشكه نعمل الطماطم كونكاسي تتباع هي حكوك ولا مي هو خير كي تبدا هكا نكمل نزيد اكل فلفل الزينه اللي عندي شويه نزيد لها شويه كركم حكيت نص مغرفه كركم وهنا صغيرة ونص مغرفة كبيرة تبر كبيرة نعملو الملح هنا الملح حسب الرغبة ونعمل هنا ورقة رمد هنا حطيت خمسة ورق رمد اللي عنده شايخ يعمل شايخ انا عندي فخي عملته هلا ونزيد هنا ثلاثة ورق حبق الحبق هو البازيليك هلا وهمو في السانسا يعمل مطعم حلو وحلو برشا اللي ما عندوش فخي باغي يتشري فما يتباع مرحي حتى مرحي يتعملنا فما حتى مشكل ولا هنا بعد ما تقلت بالقدا باش نمرقها توا انا بشويه ماء هنا نمرقها باش ماء شويه ماء سخون هنا نغطي كشويه دجاج عينك ميزانك على بري انت والطنجره نتاعك والدجاج هنا نزيد لها شويه عندي هذايا كريمة نحيد فيها ونخليها تطيب على نار هادية باش تبدا تطيب سلة سلة طون زون طون تحركوها وفو فيغ اتونسيون عندكم الدجاج يطيب يعني مش كيما مش كيما اللحم يجيب يطيب فيت في نجمو إذا لقيتوه طاب نجمو تنحيوه من بعد عصاص نتاعنا هذيت الصلصة تجيب أي لحم يعني يجيك باللحم العلوش يجيك باللحم البقري بالدجاج دجاج هكا كويس ولا دجاج بلون بولي مي هو ديما كويس خير تجيب الداند تجيب بالكروفيت يعني بأي وبالطن زادا وسي بالحكوك الطن يعني تنجم تعملها وسي تجي كذابي احنا الصلصة كذابي يعني ما فيهاش لحم فيها حد شيء تكثر فيها الثوم وكا اي اي لحم من كان ولا حتى اسمه اللحم ريمو سانسا من احسن لي بلا التوانسه يعني في اي دار حتى تقلق شنو نعمل سانسا ما لقيت ما نطيب نطيب سانسا ما احنا عندنا هذه عاده عاده وباهيه برشا اللي هي السانسا ماهيش سانسا نتاع الكلاين
اما صلصه التونسيه ماما نصحكم باش تعملوها اللي ما يعرفوهاش مون لي تونيزيان الكل يعرفوها سي نورمال مي انا هديه طلبتني فيها صاحبتي مغربيه كعلاش نعملها لها وديديكاس ليها خاطر هي تحبها برشا ان شاء الله تتعلمها المره هذه خاطر عملتها وعودت وشاك فوا اون فادير ما دخلتش المخها ان شاء الله على التيتو هذه تتعلمها ان شاء الله من بعد نصيب ساعة نلاحظ الدجاج مرمى على الطاب باش نعمل باش ما يتحلش الدجاج نجي ونحيه اذا عملتوها باللحم ما تستحقش باش تنحيو اللحم خاطر يطلب اكثر وقت باش يطيب اما الدجاج سي فوالا لحمتو طرية اطرى ولحمتو بيضة الوغ يطيب لي بيض À cette étape, nous ajoutons le thym et les patates. Je vais mettre thym cassito, que je vais les séparer, nous allons voir. Avec des petits morceaux, le beurre hakito. On a rendu trois feuilles et une de fèvre chaude. Ma chaquette est sur la chaleur, on va faire le parfum de barça dans la sauce entière. Voilà, on va mettre ça là. ونغطوها حتى نتصفي زيتها نتصفي زيتها نشوفوا الزيت من فوق سيء يعني سيء طابت الصوص نتاعنا نخلوها هكا اونتخوفيرت يعني شوية من الغطاء نتاعها هكا على جنب ما نغطوهاش كومبليتمون نخلوها هكا وكي تصفي زيتها نطفو عليها حطوا الماء نتاعكم زادا يغلي توا ما في شوية ملح وشوية زيت للمقرونة احنا مش نصمت ان شاء الله مقرونه سباغيتي اخترت اليوم سباغيتي باريلا هذه احنا هنا موجوده كثره في فرنسا فوالا انا بحاجبني اكثر السباغيتي دوكو اليوم مقرونه بالصلصه سباغيتي ان شاء الله حطيت هنا الماء نتاعي يغلي باريلا نرمي المقرونه نتاعي هاتو كريم ميتا كيكا طيب سباغيتي اللي قصيتها على زوز فوالا ولازمكم تحركوها كل مره تحركوها باش ما تلصقش اذا ما تحركش تلصق ما تغطيوهاش سي تا لابين جوست هكا تحركوها طيب حكيت تشوفوا الباكو نتاعكم انا هذيا طيب حكيت درايجين تبقى ابخي انت وليت تحبها اردنتي اللي لازمها كي تبقى شويه كاسحه تحبها طريه تحبها فوالا انقص شويه انت وراي كل واحد هذاك حر انا هذيا ببري درايجين ان شاء الله بعد ما طابت المقرونه قعدت درجينا كيكه في الماء طيب صفيتها وتوا باش نفركوها الصوص عندي على سخونه نهزها كشويه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نحرك هكا الموفمون هذايا من فوق للوطا تبدا تحرك باش تدخل الصوص في وسطها انا تعجبني المقرونه كريم عبيه بالصوص فريمون واش حكي مش تبدا مطمطمه ما تخافوش خاطرها من الصوص اما تبدا فريمون ما طعمها تبدا بالبدا وتبدا فريمون بالبدا داخل فيها الصوص لا تكملوا تزيدوا تحطوا فيها الصوص ومن بعد ترصفوا الدجاج